فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الترحيب يمتد من قلبي على لساني نيابة عن أسرة مسجد حفصة وعن عائلة العروسين الكريمتين عائلة المصر وعائلة عصفور ليشمل ويلامس كل من لبى دعوتنا وأسعدنا بحضوره. أهلا وسهلا بمن وصل على الرؤوس من في المقل قلوبنا هي المحل فيا فسيح المقعد سمعتك يا قرآن تسري يهز النفس سبحان الذي أسرى تحنت بك الدنيا فأشرق صبحها وصرنا ربوع الكون نملأها أجرا خير بداية لهذا الحفل آيات من كتاب الله يتلوها علينا الأخ القارئ صدر أبو منيع وأحمد فليتفضل على بركة الله. إن في
عليك أبو أحمد. بارك الله في الأخ القارئ وجزاه الله عنا خير الجزاء. الإخوة الكرام، نجدد إرحابنا بكم، أهلا وسهلا بمن وصل على الرؤوس بل في المقل، قلوبنا هي المحل فيا فسيح المقعد. أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني، هذه القوافي أتتني تنتشي فرحا وحدثتني حديثا دون عنواني، وبالضيوف هلا اهلا نرددها، ما غرد الطير يشدو فوق اغصاني. نبقى الان مع النشيد العبد، فليتفضل الاخ المنشد مصعب حمود على بركه الله. يا بائعا في ارض طيبة تعبر، يا الصلاة والسلام. الله يفتح عليكم. بارك الله في هذا الشيخ، الحمد لله رب العالمين. الحمد الكريم
يا من بحثت عن العبور جميلها ليكون عبرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عبرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت عليا، هو قول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أجمل أن نعلن عن ميلاد أسرة جديدة في بيت من بيوت الله وفي يوم مبارك. نبقى الآن محل الإشارة، فليتفضل الشيخ الفاضل أبو حمود العيدي ليعلن على مسامعنا عقد الإشارة. الله يفتح عليك عم، الله يجزيك الخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمي الأمين، وبعد. أكرر الترحيب الذي قام به عريف حفلنا، فباسم العائلتين، عائلة المصر الكرام وعائلة عصفور الكرام، نرحب بجميع الضيوف والأحباب والأصدقاء والجيران الذين جاءوا في هذه اللحظات ليشاركوا العائلتين الكريمتين فرحتهم وهذا الإشهار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح، حيث قال سبحانه وتعالى: ولا متخذات أخدان، وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين الذي بفضله ومنه أراد أن تبنى أسرة إسلامية جديدة تنطلق من منطلق شرعي وإسلامي. نعم أيها الإخوة، هي شريعتنا الإسلامية التي ميزتنا في تعاملنا في كافة مقتضيات حياتنا، تميزنا في كيفية التقاء الرجل مع المرأة بالزواج. المجتمعات الغير إسلامية ليس لها نصيب من العفة والطهارة والنقاء الذي يتمتع به الزوج المسلم والزوجة المسلمة والطهارة والعفة، بسبب كيفية الارتباط. لربما قبل الزواج أو قبل كتب الكتاب والخطوبة بدقائق، شاب يتكلم أو يعاكس شابة، تقوم الدنيا ولا تقعد، ود رجال جيب رجال، اطلع الشباب جيبوه اذبحوه، كيف حكى معها؟ بأي حق انت تحكي معها؟ انت مين عشان تحكي معها؟ هذه الغيرة اللي موجودة فينا كمسلمين، واللي لازم تكون موجودة في كل مسلم صحيح. مش مسموح لك تتكلم مع بنات الناس ولا حتى تجيب سيرتها، ولو جبت سيرتها يا ويلك، يمكن عندنا في القضاء العرفي أصعب من الشرع، بحملوك المنشد. انت مين عشان تتكلم عليها ولا تجيب سيرتها؟ وبقول لك منشد، بدي منشد. لكن بعد كتب الكتاب بدقيقة خطبنا، كتبنا الكتاب، خلي العريس يقعد يومين ما يجيش على عروسته. مالك انت؟ وين انت؟ كيف ما رحتش لعروستك؟ طب ما امبارح كانت بتروح رقاب لو حكى معها. بعد ما يخطبها دير بالك يا رامي، ممنوع اكثر من اسبوع،
لحد الأدنى أسبوع، بدك تزورها وبدك تحكي معاها وبدك تجيب لها هدية. لا مش بس هيك، كمان هي ممنوعة من الكلام مع أي رجل كان غير أبوها وأخوها ورحمها. هل جيت لو هي ما حكتش مع خطيبها بمسكوها؟ انت هبلة، انت بتفهميش، مش حار، احكي كلام حلو معاه، كلميه، هو له فترة غايب انت ما بتحكيش. هذه هي شريعتنا الإسلامية الذي جعلت الحلال حلال وجعلت الحرام حرام. هذه النعمة غير موجودة عند الأقوام الآخرين، لذلك أطهر وأنقى وأفضل فرج في الكرة الأرضية هو الفرج المسلم. لا عندنا أمراض الإيدز ولا عندنا الأمراض اللي كلكم بتعرفوها بسبب التزامنا بشريعتنا الإسلامية وطريقتنا في التعامل وطريقتنا في الارتباط. حتى هذه السنة وهذه الشهادة التي يشهد بها الغير لنا تستمر. لا نصعب الأمور على أنفسنا ببعض التكاليف الزائدة التي لا حاجة لها. خلوها على البساطة، الآن يمكن في الأردن المهر بس 500 دينار، وعلى البساطة والفرحة تكون على البساطة، ونشرك بيوت الله لنسهل على شبابنا، لنسهل على بناتنا أن تستمر هذه الطريقة وهذه العلاقة وهذا النقاء وهذا الطهارة. وعليه فإننا نعلن اليوم فرحتين. فرحتنا الأولى بوصول حجاجنا الكرام إلى الديار المقدسة. احفظ التاريخ يا رامي، يوم إعلان إشهارك يوم وصول الحجاج عشان يرجعوا بعد ما دفعوا قد المهر اللي بيدفعوه العرسان، مهر كامل ممكن يتجوز فيه كان اللي راح دير بالكم، مهر كامل عشان يرجع كيوم ولدته أمه طاهر من الذنوب. ونعلن على مسامعكم إعلان الطهارة وإعلان الكرامة وإعلان بناء أسرة، بأنه قد تم وبحمد الله عقد نكاح عريسنا وحبيبنا رامي جمال المصري على صاحبة العفة والطهارة الأستاذة المحامية أميرة عصفور. وعليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يبارك فيهما وأن يرزقهم الذرية الطيبة الطاهرة. ألف مبروك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذا الحبيري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات.